الزهرة سلام الله عليها. كم لي بعد بالزهرة؟ قول لي ما تغزل يا مطحم. طلعت من الزهرة. وإذا وأموت ولا أرضى أن يحضر أحد من هؤلاء الناس جنازتي، حتى لو أدفن سرا، من منا يقبل أن يدفن سرا؟ ترى الناس يستعدون، يوصون، يهيئون قبورهم، يهيئون أمورهم من أجل أن يشيعوا، من أجل أن يكرموا، من أجل أن يقرأ لهم فاتحة، من أجل أن يذكروا بخير الزهراء تبقى دون أن تمر بأي تكريم من هذه التكريمات، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها من أجل قضية واحدة وهي قضية الحق والعدل. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا فاطمة، السلام عليك يا زهراء، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا زوجة المظلوم، المظلوم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، السلام عليك يا زوجة إمام المتقين، السلام عليك يا أم الحسنين، يا أم المظلومين، يا أم الشهداء. عائشة بنت أبي بكر، فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد. لن أغلب على عقلي، لن أغلب على عقلي. بنت محمد، بنت محمد يا شيخ عثمان. طبعا لن أتحدث عن عائشة بأي حال من الأحوال كما أتحدث عن فاطمة حتى تكون مرتاحا. أنت لا تكتشف خبأ، أنت لا تكشف عن سر. انظروا كيف يتحدث عن فاطمة. فاطمة عليها السلام، أنا خادم لأعتاب فاطمة، خادم لنعل فاطمة عليه السلام. هم؟ أنا تتوقع مني فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني. النبي يقول بضعة، طيب الصحاح، يريبني ما يريب، يريبني ما يريبها. فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين، ما نرضى عليها لا هي ولا أبوها ولا أولادها ولا زوجها. أهل البيت خط أحمر، لا تستخدموهم إلى نكتكم. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: والله إن قلبي لا يعتصر ألما كلما ذكرت ما جرى عليها. وهؤلاء السفلة يستخدموا البكاء على الزهراء كنكت لمسرحياتهم الهابطة. للأسف البلام والدرويش اللي أصلا هم نص أدوار نسوان، يعني أنتوا ذاتوا مشكوك في أمر. يا عيدي أنت، لأنه أنت أصلا مشكوك في جنسك. شنو أنت؟ أنا بتكلم جنس، ما جنسية دولة، جنسك، ترتيبك مع الكائنات الحية. شنو